جدران القصبة تزينت بلوحات تحمل إمضاء مصطفى لوندري. هذا الرجل الذي فقد الإحساس بأعصاب يديه جراء حادث لم يفقد حبه للإبداع، فمتعته يجدها في مشاركة لوحاته كل من تطأ أقدامه هذا الحي العتيق. روبورتاج للزميلة راني عاميري. قاعدهم حكاية هادو جبتهم كما يقولوا واش عشت واش شفت، سوتو هنا في القصبة كاين بزاف لي زيستوار. يكفيك أن تقف قليلا من وقتك هنا أمام هذه اللوحات الفنية الجميلة لكي تتجول في القصبة بالسفر من بوابة عالم الرسم على جدران الحي. صانع هذه البطاقة الفنية التي تبرز هوية الحي العتيق هو الشاب مصطفى لوندري صاحب 47 ربيعاً. بيد واحدة فقط وبلمسات ساحرة يبدع في رسمه، ولم يؤثر عليه الحادث الذي أفقده أعصاب يده اليسرى. هكذا شغل اليد واحدة وصعب اليد واحدة خلينا هكذا كان يعني ندير كاع البوسيب ديالي. انا مصطفى لوندري في عمري 47 سنة، خدام في البلدية وعندي 4 دراري. واش نقول، صرالي حادث في اليد لاكوش هادي. من هذاك النهار وليت نحب نخدم باليد وحدة. حاجة لحقت عربي من نهار اللي درت الحادث المرور، من هذاك النهار شغل حاجة اللي حبيت نصبر بها روحي هي سيكلي ديسان. نحب كانت عندي الطاقة ديالي باش نصبر روحي باش نحس روحي آلاز توجو نحب ديسي مارغري دي توجي بصح مارغري قابل شي هذا. حبيت نعبر في الحيوط باش الناس مادا بيا الناس تاع القصبة والناس تاع كاع سورتو الأجانب يفرحوا بزاف كي يشوفوا هاد لي ديسا، وكاين حتى اللي استعجبوا من هاد الرسومات هادوما. وهذه موهبة ربانية، ملي كنت صغير نحب نديسيني. رغم واقعه الاجتماعي الصعب وقلة الإمكانات، إلا أنه أصر على أن يكون سفير الجمال لحيه الذي ولد فيه. من خلال الرسم فألبس جدران الحي بإبداع راق حاكى الجمال والحياة بكل حركاتها في القصبة. كما اللوحة هذيك شعيطو لاست ان بروميس، بروميت لحبيبي الله ربي يرحمه، بروميت له شحال من خطرة ندير لك لوحة. رحت لبلادي الأصفون عاود وليت، قالوا لي دايم الله يرحمه ويوسع عليه، ما خليتها كما نقولوا ما قدرتش نخليها، لازم نخدمها بور عزيز ربي يرحمه. يجوزوا لي سيتوايا، يجوزوا القوى لي زيترونجي كذا، اللي طالي اللي ما طاليش عادي نورمال. انا الحاجه الاولى اللي مادا بيا كي نشوف الناس فرحانين بهذا لي طابلو بهذا الرسم اللي راني ندير فيه. انها فعلا لوحات تعبر ان صدق مشاعر صاحبها وانتمائه الروحي للهويه. موهبه مصطفى اقل ما يقال عنها انها مكسب للمنطقه في حد ذاتها وللتراث الوطني
الذي يبقى دائماً بحاجة ماسة إلى سفراء صادقين يكرسون مواهبهم للتعريف به والحفاظ عليه في شكل رسائل فنية للأجيال القادمة. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج جزائريون. نذكركم لنقل انشغالاتكم، تواصلوا معنا عبر الرقم المبين أسفل الشاشة أو عن طريق الإيميل الظاهر. موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله.